الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. تحية لجميع السادة والسيدات الصحفيين، كذلك السادة أعضاء المجلس الجماعي الطيبي، السادة رؤساء الفرق وكلاء اللوائح، أيها الحضور الكريم. بادئ بدء كما قلت، الله سبحانه وتعالى قال: ما اجتمعت أمتي على ضلالة. الله يشهد على ما أقول، كانت وستبقى لنا نية صافية خدمة للصالح العام وعلى المسؤولية الملقاة على عاتقنا في إطار هذه المدة الانتدابية السياسية بجماعة ترابية سيدي الطيبي. وكثرة القيل والقال وتفاديا للبس وللافتراءات وللأكاذيب ولتغليط الرأي العام وتغليط الساكنة، بادرت الفرق المعارضة على اللقاء معكم في هذه الندوة من أجل تفسير ما يروج بجماعة سيدي الطيبي. ونحن سعداء باللقاء معكم، ولكم آذان صاغية وقلوب منفتحة لتجيب على جميع أسئلتكم، وكذلك السادة رؤساء الفرق هم معنا الآن. فهنيئا لنا بهذه المنابر بعد الإعلامية بمدينة سيدي الطيبي اللي أول مرة كنظن كتجتمع هذه المنابر، فهنيئا لنا مرة أخرى. فليتفضل مشكورة. وقبل ما نبدا غادي نعطي تلاوه البيان للاستاذ المالكي، البيان رقم 4 ديال المعارضه. اللي تفضل. شكرا للاخ الكريم سعيد حمزه. كما جاء في كلمه الاخ، من فرق المعارضة وحرصا منها على تنوير الرأي العام المحلي وكذلك الوطني لهذا الحدث البارز على مستوى جماعة سيدي الطيبي، هذه الجماعة اللي هي ضائعة و يعني في حاجة ماسة إلى نهضة تنموية يعني وإقلاع اقتصادي واجتماعي لتدارك ما يمكن تداركه. فبهذا الخصوص هذا يعني هذا البيان هذا ياتي كما قال الاخ في سياق ديال الحدث البارز اللي عرفته جماعه ديال سيدي الطيبي، وهو رفض جميع النقاط الوارده في جدول الاعمال ديال الدوره ديال ماي 2022. وهناك تبريرات يعني ساتلوها عليكم، وهو مدون في البيان رقم 4، لاننا اصدرنا قبل يعني هذا 3 بيانات، وهذا البيان هو رقم الرابع، البيان الرابع للمعارضة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. عقد المجلس الجماعي لسيدي الطيبي دورته العادية لشهر ماي 2022 في جلستين مؤرختين على التوالي ب 9 ماي و 19 ماي الجاري. ووعيا من فريق المعارضة بما أثارته هذه الدورة من اهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي، وبعد وقوفها على مجموعة من المغالطات التي تم تمريرها في هذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعي من طرف بعض ذوي النيات السيئة الذين يسترزقون من ترويج الأخبار الزائفة، ارتاء أعضاء المعارضة الخروج بهذا البيان للتوضيح ولإجلاء حقيقة موقفها. بداية، لا بد من التذكير بعدم إرضاء أعضاء المعارضة عن الطريقة العشوائية التي يسير بها المجلس الجماعي، والتي عرفت تسجيل العديد من الخروقات التي شكلت موضوع بياناتنا السابقة وورد بعضها بمحاضر الدورات. فعلى سبيل المثال للحصر نذكر ما يلي: أولا، عدم احترام الأجال القانونية المتعلقة بالدورات، خاصة آجال تبليغ الأعضاء بجدول أعمال الدورات السابقة. كما عرفت دورة ماي الحالي خرقا صريحا للمادة 33 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات بعقد جلستها الأولى
في الأسبوع الثاني من شهر ماي بدل الأسبوع الأول من نفس الشهر كما تنص عليه المادة المذكورة. سمعتي سي إخوان، كيف ما سمعتوا هذه النقطة الأولى، باش نفسروا أكثر غنعطي الكلمة للسي المومني ديال حول القانون التنظيمي، كيفاش المعارضة ملتزمة به وكتناقش به وكتحاور به، لأنه هو القانون التنظيمي 1314، وكيفاش هاد النقطة جات خارج الإطار القانوني. تفضل سي المومني. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا جزيلا للإخوة الصحفيين على هذا اللقاء. أشكر جميع الإخوة الحاضرين أعضاء مستشارين ديال الفرق ديال المعارضة. بالمناسبة البيان هو طويل، احنا بغينا نوضح لكم نختصروا عليكم باش داكشي يكون لقاء قلب القلب كما كيقولوا، لغة واضحة بالدارجة اللي ماشي فقط يفهموها الصحفيين وإنما من خلالكم المواطنين اللي كيتبعوا هذه المنابر كامل. طبعا اول نقطه اللي صار في البيان هو القضيه ديال انعقاد الدوره خارج الاجل القانوني ديالها. معلوم ان القانون التنظيمي 113/14 كينص على عقد 3 دورات في السنه، الدوره ديال ماي، وكاين الدوره ديال اكتوبر ديال فيفري، ينص على الاسبوع الاول بمعنى 7 ايام الاولى من الشهر، شهر اكتوبر، شهر فيفري، شهر ماي. لكن السيد الرئيس استدعى الدوره يعني في الاسبوع الثاني ديال شهر ماي، وهذا مخالف للقانون التنظيمي. طبعا هذه اول مخالفه من الناحيه القانونيه. طبعا احنا بالنسبه لنا هذه الفرصه ماشي فقط هذه النقطه، وانما نقط كثيره جدا اللي كتستار بصدد يعني المجلس والتدخلات ديال المعارضه، المواقف ديال المعارضه، والنقاط اللي ربما اخرها الدوره اللي انعقدت لا الجلسه الاولى والجلسه الثانيه، اللي بين قوسين ثار التساؤلات علاش الموقف ديال المعارضه كان هو الصمت، كان الموقف ديال الصمت. ربما احنا صمتنا هذه المده دي كامله لان كنا كننتظروا فرصه بحال هذه الفرصه هذه باش نوضحوا لجميع المواطنين من البدايه حتى النهايه علاش جاءت يعني المعارضه للصمت. لعل الاخوان شكون اللي عنده شي اضافه في هذه النقطه؟ تفضل. كنشكر الاخوه في المنابر الاعلاميه، وكنأكد لكم ان الاختيار ديالنا ديال الصمت في هذه المرحله هذه ديال هاد الدورة هادي اللي كما جاء على لسان الأخ المومني اللي لم تحترم الضوابط القانونية لتنظيم الدورات اللي منظمها القانون 113/14، لأننا كنأكدوا لكم أن أي تدخلات كانت ديالنا المعارضة كانت كتواجه بالبلطجة من طرف الأغلبية. حنا قررنا أننا حنا ما ندخلوش كاع باش نخليو هذاك ديك البلطجه اللي كانت كدير لا في الدوره الاولى ولا في الدوره الثانيه ولا في الدوره ديال التصويت على الرئيس ولا النواب ديالو. كيواجهونا اشخاص من الاغلبيه بطريقه بالبلطجه، بطريقه ديال السب والشتم، وكيحولوا هذيك القاعه ديال الاجتماعات كيحولوها الى قاعه، الى حلبه ديال الملاكمه ولا حلبه ديال السب والشتم. وحنا كنا كنمارسوا السياسه، راه كيهمنا بلادنا. هذه صور كتبان في العالم ان مجموعه ديال الاعضاء جماعيين كيدابزوا بيناتهم. المواطن شنو كيقول؟ كيقول هذوك راه مادام كيدابزوا بيناتهم الا باغيين كيدابزوا على شي حاجه اللي باغيين يستافدوا منا. حنا قلنا في هذه الدوره هذه اللي فيها كان غيكون حيت اشياء متعدده كان جات في هذه النقاط اللي جاب هو في هذه الدوره هذه، كان فيها نقاش، وكان عندنا حنا نقدروا ندلو الدلو ديالنا ونمشيو ونشرحوا بزاف الاشياء المواطن يفهمها، الاخطاء اللي ارتكبت في اختيار دوك النقاط. الا اننا ارتئينا ان المواطن ما نكونوش اننا حنا كندخلوا نتصارعوا تما وندابزوا تما، ارتئينا اننا نلتزموا الصمت وتسنينا هاد اللحظه هذه اللي غنجيبوا المنابر الاعلاميه اللي غتوصل الاراء ديالنا والافكار ديالنا واسباب عدم تصويتنا على هاد النقاط اللي جات في هاد الدوره. شكرا. شكرا. شي حاجه في هاد النقطه؟ اخوان شي حاجه في سيد بصوره؟
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأكملين الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تنشكر المنابر الإعلامية على الحضور والمتابعة ديال الشأن العام المحلي لسيدي الطيبي. تنشكر جميع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. طبعا هذا لقاء للتوضيح ولتفسير الامور اللي واقعه في المنطقه ديال سيدي الطيبي. الاخوان المساله مفهومه باننا التزمنا الصمت هذه الدوره هذا بناء على مجموعه ديال الممارسات تمارسات علينا وعلى الحق ديالنا في ابداء الاراء ديالنا خلال الدورات السابقه. من طبيعه الحال رئيس المجلس والاغلبيه ديالو لا يعيرون اهتماما الاقتراحات ديالنا بتاتا ولا ياخذون بها بالمره، لدرجه انك تتخذ الكلمه وتتدخل وفاش تسالي تقول لك انا عندي الاغلبيه باش غنصوت. يعني الهم ديالو هو ان النقطه تدوز بغض النظر واش فيها شي خلل، واش هذيك النقطه مفيده للساكنه ولا لا، واش محترمه الضوابط القانونيه ولا لا. المهم عندي الاغلبيه غادي ندوزها كما تنقولوا بزز منك. يعني المقترحات ديال المعارضه ما تتاخذش كاع بعين الاعتبار، ولهذا التزمنا الصمت خلال الدورة ديال ماي لعل الصمت يوصل ربما لهذاك الشيء اللي ما قلناهش، ولا ربما الصمت يقدر يوصل بزاف ديال الامور. احنا اليوم الميساج راه واضح، هاد انا متصويت على جميع النقاط ديال الدورة ديال ماي. تنتمناو انه يحقق الاهداف المرجوه ديالو، واولها مراجعه للرئيس لطريقه السير ديالو بصفه عامه ولطريقه التعامل ديالو مع الاعضاء كامله. و حاله ما المهم نخليو الاخوان باختصار باش نتابعوا قراءه البيان، ان كنتكلموا الان على المساله القانونيه ديال النقطه وديال الدوره. باش نكون واضح، ما بني على الباطل فهو باطل، لان الدوره دارت خارج الاطار القانوني ديالها، فاتت الاسبوع الاول من شهر ماي، هذا اولا. ثانيا، التعبير ديالنا كان بالصمت وبالرفض كاسلوب حضاري ديال الاحتجاج، باش اخوان نكون فاهمين هذه المساله، كاسلوب حضاري تفاديا للدوره اللي كانت فاتت اللي كنا كنسمعوا فيها بهذه الكلمه وهادو خاصهم العمود. واش هذه ثقافه تقال في اجتماع مسؤول وامام السلطات المحليه؟ اذا كنطلب من السي عندي واحد التدخل. تفضلي. السلام عليكم الاخوان، كنشكركم كاملين الاخوان والاخوات اللي لبيتوا الدعوه باش وصلوا الكلمه ديالنا للناس ديال السي الطيبي الساكنه باش يفهموا علاش حنا فضنا هذه النقط. اولا كما قالوا الاخوان، الصمت ديالنا كان تعبير على داكشي اللي كنا كنلقاوه من الرئيس خلال المناقشه، ولكن ماشي معناتها ان صمتنا ضد مصلحه الساكنه. يعني حتى كنت ناقشنا وحتى كنا عبرنا على الراي ديالنا كنا غنرفضوا في الاخر النقاط، لان النقاط بالنسبه لنا حنا ما كتصبش في المصلحه ديال الساكنه. وعندنا الاجوبه ان شاء الله اللي غادي نشرحوها لكم كامله دابا وغتعرفوا، اللي كنتمنى الساكنه كامله تسمعها وتفهمنا علاش رفضنا. الصمت كان احتجاج على الرئيس وعلى المعامله ديالو داخل المجلس، وشكرا لكم. تفضل سي ملك. النقطه الثانيه. باختصار نحاول ما نكونش منغوص في التفاصيل، من الاسباب كذلك اللي خلات المعارضه انها يعني تسلك هذا المسلك هذا، هو ان كاين هناك يعني سوء تسيير واختلاط ديال الادوار والمهام على مستوى الاعضاء المسيرين. هاد التدخل ديال الاعضاء ديال المكتب في التسيير ديال الاداره والتسيير ديال الموظفين هو ممنوع قانونيا. وهنا ما تنفرزوش مثلا ما بين شكون هو الرئيس، شكون هو اللي تيحكم، شكون اللي ما تيحكمش.
كلشي تيحكم، وهذا تيأثر على الأداء ديال الموظفين، وتيأثر حتى على الأداء على مستوى يعني المهام اللي خصها تقام على مستوى الجامعة. فكذلك بالنسبة اللي خلانا أننا نحتجوا ونعرضوا بقوة هذا المكتب المسير، هو أن ما كاينش هناك نظرة مالية للجامعة، بالتالي بمعنى أن كاين واحد صرف ديال الميزانية ديال الجماعة في أمور لا فائدة لها. أن العديد من الأمثلة راه غادا تورد في هذا جدول الأعمال اللي هو تناقش في هذه الدورة هذه، غادي يبان لكم بأن كانت هناك جدول ديال الميزانية وديال الفائض في أمور ماشي هي ذات الأولوية. كذلك بأن الجماعة يعني كانت دائما حريصة على احترام القانون وعلى الالتزام بالقانون، والشيء على النقيض من الناس ديال الأغلبية اللي هما كانوا أولى يكونوا من تبطيل القواعد القانونية، لأنها هي أول شيء ما يمكنش نتجاوزوا القاعدة القانونية ونمارسوا العمل ديالنا يعني بحرية وكما نشاء، نحن يجب أن نلتزم بالقانون. هذا الوضع هذا هو اللي خلى يعني المعارضة أنها كما قلت يعني تلتجأ لهذا السلوك. بخصوص النقط ديال جدول الأعمال ديال هذه الدورة هذه اللي كانت تقريبا 12 نقطة، هاد 12 نقطة تمت معارضتها بالكامل باستثناء يعني العرض ديال حوض الأنشطة ما بين الدورات، هذيك ما تنحسبوهاش، بمعنى أن 11 نقطة اللي وردات جدول الأعمال ديال الدورة ديال ماي في جلستين تمت معارضتها من قبل المعارضة المكونة من 16 عضو بعد التحاق الصديق عبد الرحيم معيزي بالمعارضة يعني كان مع الأغلبية. هاد النقط هذه اللي وردت يمكن أن أجيز بالنسبة للأسباب. بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بالهيكل التنظيمي لإدارة الجماعة، يعني أن الرئيس مع المكتب ديالو قدموا لنا واحد الهيكل تنظيمي للإدارة ديال الجماعة ديال الموظفين، وحنا بان لنا او الموقف ديالنا انه كان هناك واحد الهيكل تنظيمي اللي درناه قبل وصادقنا عليه وفق واحد الدوريه ديال وزير الداخليه، فاذا بالرئيس عاوتاني تيولي تيطرح لنا يعني هيكل تنظيمي جديد، بان لنا بانه من غير الفائده. ففي البحث ديالنا لقينا بان كانت هناك امور شخصيه يعني بغاو يديروا واحد الهيكل تنظيمي وفق واحد المقاسات ديال اشخاص بغاو يعطيوهم لي بوست، يافيكتيو لهم دي بوست باش يحاولوا ما امكن يرضيوهم ويوزعوا الغنيمه بين الموظفين وبين الاعضاء. استاذ دوز ثلاث نقاط اربعه ما تيدخلوا الكلمه. تمام. بالنسبه للنقطه المتعلقه بالمصادقه لتاسيس هيئه المساواه وتكافؤ الفرص، يعني المكتب تاخر في تشكيل هذه الهيئه، ومع ذلك المسطرة اللي سلك من أجل تشكيل هذه الهيئة اللي هي خصها تكون مكونة من أغلبيتها من مؤسسات ديال المجتمع المدني ما كانتش هي هذه، بمعنى أنه ما دارش إعلان، ما دارش شفافية، ما دارش إخبار، ما دارش إخبار ديال الجمعيات كافة، فبقات المسألة يعني محصورة بين الناس بين المكتب المسير وانتقائيات يخبروا الجمعية اللي بغات رئيسها إلى آخره وشكلوا، فإذا به في الأخير تنطلعوا على اللائحة تلقاوها اللائحة ديال المقترحين لعضوية هذه الهيئة كلها يعني مطعون فيها بحكم أنها جاءت خارقة لعدة قوانين، فيها واحد ربعة ديال الكتاب محليون تابعون للأحزاب المشكلة للأغلبية، فيها أقارب ينتمون إلى الأعضاء المسيرين للجماعة، و إضافة إلى واحد المجموعة ديال ما يسمى ما يمكن نطلقوا عليه إلا التخربيق. إلا كان شي إضافة لإخوان. لا ندير واحد جوج نقط. كمل. ولا ثلاثة ونناقشوا. وقف ديال التوريدة وقف. بالنسبة للنقطة ديال الجمعيات الفروسية اللي سمحت لي. الفروسية. تفضل أسير. واخا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإخوان هذه النقطة هذه علاش ثارت النقاش داخل المعارضة، والمعارضة يعني ارتأت انها ما تقبلش وما تدوش هاد الاتفاقيه. حنا سبق لنا انا كرئيس ديال المجلس السابق سبق لنا وافقنا على هاد الاتفاقيه
ديال مصادقة تجديد اتفاقية الشراكة بين الجماعة وجمعية اتحاد السلام لجمعية عامر للفروسية وتبوريدة بسيد طيب. طبعا الاتفاقية مثيلة دوزناها في 2018 لاحظتوا كنا دخلنا في 2015 ودوزنا الاتفاقية في 2018 بمعنى بعد 3 سنوات من الشغل. النهار اللي دخلنا بنفس لا سيتياسيون نفس يعني الوضعية المالية ديال المجلس اللي جبرنا في 2015 هي الوضعية المالية اللي كاينة دابا بالضبط. حنا انتظرنا من بعد 3 سنوات رفعنا الميزانية 1,500,000 الجوج المليار و500 عاد درنا الاتفاقية. هما الآن بادين 1,400,000 باغيين نديروا اتفاقية على 6 سنوات يعني ستكلف 90 مليون، في حين في هذه اللحظة هذه الميزانية ديال الجماعة يعني هشة ضعيفة جدا بحيث أن لا تكفي حتى لتوظيف ديال يعني الأداء الأجور ديال الموظفين ومستحقات الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب. حنا مع تبوريدة وسبق لنا المجلس بالمناسبة سبق الوافقة بالإجماع في 2018 ولكن كانت الوضعية المالية ذاك الساعات ذاك اللحظة كانت مريحة. أما الآن نحن في أزمة وغادي نتونجاجا في واحد الاتفاقية اللي على مدى 6 سنوات والحال أن الساكنة في هذه اللحظة كاين إنارة العمومية المصباح اللي كيطفى كيبقى النفايات تراكم النفايات على مستوى جميع التراب ديال جامعة سيد الطيبي. ما يمكنناش نخليو الحاجيات الأساسية وغادي نمشيو الحاجيات الترفيهية مثل ديال الجمعية ديال الفروسية اللي نورمالمون وحنا لا نعارضها ولكن في هذه الظروف هذه لا غير ملائمة واللي طرحها من الناحية السياسية ربما ما كيعرفش الملائمة السياسية. خص الملائمة السياسية بمعنى خص الظروف خص الاتفاقية تحط ظروف ملائمة باش يضمن لها الإجماع وصوت عليها الجميع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنشكروا هاد الإخوان المنابر الإعلامية فيما يخص هاد السيدة التباريضة كما قال أخ الرئيس السابق في 2015-2021. حنا أنا كنت في مجلس مع السيد الرئيس دوزنا ديك الإتفاقية ديال الفروسية ديال التباريضة. ديك الساعة كانت عندنا الميزانية 2,500,000,000 دونك مزيانة مريحة. دابا بغاو يدوزوها بمليار و400 مليار و100 مليون ديال الموارد البشرية غتبقى له 300 مليون كيدير بها واش الإنارة العمومية واش السقا السقا السقات كتجي فيهم جو كوا 260 مليون اش غادي يبقى له؟ عاد وظف واحد المهندس جابو مؤخرا باش يخلص الله أعلم يلاه جابوا جديد. وحنا عندنا مهندس قبل عندنا مهندس سابق في المستوى راجل متقال عنده خبرة زادنا مهندس واحد اخر. هذا الشيء لا يعقل هذا الشيء ياك السيد الرئيس. دونك حنا رفضنا هذه الاتفاقية هذه ديال التباريضة. شكرا سي عبد السلام. شكرا لكم. فاطمة واحد الإضافة في هذه النقطة ديال التباريضة. شفنا أن الميزانية ديال الجامعة تقلصات بينما الدعم بقى هو هو ما يمكنش. وحاجة أخرى أن الميزانية ديال الجامعات تقريبا كتمشي من 86% على الموظفين فشنو غادي يبقى بصح الإصلاحات والأولويات اللي مهمة. التبوريدة مهمة وكنا كنبغيو المهرجان ولكن كاينين أولويات وكان ممكن نقلصوا شوية هاد الدعم. نحترموا أن الميزانية راه تقلصات ونقصات ونحترموا حتى حنا هادشي ونطلبوا نديروا واحد المبلغ معقول وتكون سنوية. أنا كنفضل ما تكونش على مدى 6 سنين أنك غتسني اتفاقية. حنا ما عارفينش الميزانية العام الجاي كيف ما شفنا الجائحة كورونا جاتنا على غفلة كاملين وكل شيء حصل فيها وكل شيء وحل فيها. كان ممكن نتماشاو مع الوقت كما كيقول كل عام ورزقوا هذا الشيء اللي كاين على الهيكل التنظيم. الهيكل التنظيم تفضل سي زيد سي ياسين عطيتو توضيح قبل ما نديرو التكرار. يلا تفضل سي زيد سي الملكي كمل كمل إذا بالنسبة للنقط اللي بقاو وصلنا للنقطة الرابعة المتعلقة بالدراسة والمصادقة الاتفاقية اتفاقية الشراكة بين الجماعة والمندوبية الإقليمية للصحة. هذه الاتفاقية المضمون ديالها هو أنه الرئيس
تلاقى مع المندوبيه ديال الناس ديال الصحه في الاقليم، واذا به تياتينا بانه توصل معهم الى انه يدير معهم اتفاقيه شراكه من اجل ان الجماعه غادا توظف البيرسونيل اللي غادي يتكلف باداره داك الدار ديال الولاده اللي كاينه في المستوصف ديال الحج، والمندوبيه ديال الصحه شنو غادا دير؟ غادا دير لهم مساله ديال المواكبه والتكوين وداك المسائل الاخرى اللي تتنطبق على جميع الناس البيرسونيل ديال القطاع ديال الصحه. فارتأت المعارضه بعد مناقشه ودراسه هذه النقطه بانها غير ذات جدوى، مع العلم بانه سبق للمجلس وبرئاسه الرئيس الحالي محمد قني ان عقد اتفاقيه شراكه مع المندوبيه تقضي بان المندوبيه تلتزم بمد ذاك المركز بالاطقم الطبيه والفراملية والمسائل، مقابل ان الجماعه غادا تلتزم ب يعني ربط ديال الماء، ربط المركز بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء، وكذلك زويدوا بسيارات اسعاف مناسبه للحالات ديال الولاده ديال النساء. الجماعه قامت بالواجب ديالها وفات بالالتزامات ديالها، في حين ان المندوبيه منذ ما يزيد على واحد 6 سنوات او اكثر من 6 سنوات لم تلتزم لحد الان بمد ذاك المركز بالاطقم الطبيه وبالبيرسونيل اللي غادي يدير ذاك المركز. خلاص سمحتي التوضيح. اضافه انا غنوضح. لا اسمع، الله يجزيكم بخير، انا غنوضح فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه باش نكونوا واضحين. المجلس ديال 2009 2015 اللي كان كيترأسو سيغني دوزو اتفاقيه مع المندوبيه ديال الصحه على اساس انهم يربطوها بالماء السبيطار وبالضوء، وغيشريو سياره ديال الاسعاف، والمندوبيه ديال الصحه غتكلف بالموظفين. دازت هذه المده الى يومنا هذا، هذا السبيطار اللي كان داروا المرحوم الغازي الغرابه اللي كانت غادي تكون فيه دار الولاده، باش ما بقاوش نكذبوا على الناس حق هاد المعارضه ما بغاتش السبيطار، السبيطار راه كاين. اشنو اللي واقع؟ هو ان الجماعه تكلفت ودخلت الضوء ودخلت الماء وشرات السياره وجهزاته، وقالت لوزاره الصحه المندوبيه هنا كملي الالتزام ديالك تجاه الجماعه. الى يومنا هذا ما التزمتش وزاره الصحه. وبين قوسين غنعطيكم واحد المساله، مثلا عبد الربيع كان في القنيطره، كنا صوتنا في القنيطره على اتفاقيه باش المجلس هو يخلص الفرامليه او الموظفين اللي غيكونوا تما ويزيدهم في السبيطارات، وصادقنا عليها بالاجماع. ومني مشات وزاره الداخليه رفضتها، اللي قالت لك ماشي الاختصاص ديالك، وزاره الصحه هي اللي عندها الاختصاص ديالها. اذا حنا هنا هاد النقطه باش ما نكذبوش على الساكنه، هاد المعارضه راه ما بغاوش السبيطار، السبيطار راه كاين، وكون كنا حنا غنزيدو سبيطارات باش نكونوا واضحين. ولكن خص تكون عندنا الشجاعه السياسيه باش اننا ندقوا البيبان ونخرجوا عينينا ونجيبوا المؤسسه المنتخبه اللي كتستحق من القطاعات الوزاريه. ما كاينش هاد الشجاعه السياسيه، ما يمكن ليش انا الجماعه ما كانت عندها 2.5 ملايير ولات عندها 1.4 مليار، 1.1 مليار كتمشي غير في المصاريف ديال الموظفين، ونجي انا نعطي غير الجمعيات 90 مليون ونجي انا نقول انا نخلص الموظفين، نبدا نكذب على الناس. هادشي ماشي معقول، راه بلادنا هادي يا عباد الله، راه كنهضروا بالحكره، راه بلادنا الانسان اللي ماشي قد المسؤوليه يحيد منها، ولا ما كيقدش يخدم المسؤوليه يكون راسو صغير يتسلط، يسمع الاقتراحات، يسمع الناس اللي في جنبو، ماشي انه نجيو نبقاو نسمعو هادو خصهم العمود. هذا الزمن ديال العصر الحجري. اذا باش نكونوا واضحين لهاد الساكنه ديال السي الطيبي، ان المعارضه ماشي ضد السبيطار باش يكون، ماشي ضد ان الجامعه باش تجهز، ماشي ضد ان الجامعه باش تشري لابيلانس، وانما ضد ان ديال الاستهتار والمسؤوليه. خص الرئيس يكون عنده الشجاعه والمكتب يكون عنده الشجاعه السياسيه ويطرقوا
البيبان ديال وزارة الصحة وطرقوا البيبان ديال المندوبية ويقولوا التزموا معنا وفوا بالالتزامات ديالكم اللي كانت انكم تجيبوا لنا الموارد البشرية اي الموظفين والفرامية والاطباء، لانه لا يعقل ان اليوم سي الطيبي فيها ما هي فوق 80,000 نسمة وخصنا نورمالمون 10,000 لكل طبيب. هذا الاحصاء الاخير، الاحصاء الاخير يكون عندنا 8 ديال الاطباء. ولهذا باش نوجه ونوضح النقطة أكثر، نخلي الإخوان اللي عندهم شي إضافة. تفضل السي مسعود. كاين السي حمزة، مازال جاوبتينا السؤال. شنو هو السؤال؟ شنو هو السؤال؟ يلا خويا تكملوا يلا. وخلي اسمك نفس السياق. نفس السياق نفس السياق. وي شنو اللي كاين؟ خلي مصطفى. لا خلي خلي خلي. اسي خلي مرحبا، حنا راه ماشي جايين ندرقوا. خلي ياسين خلي ياسين خلي ياسين خلي ياسين ها في الاخر وي. هذا راه ياسين مصطفى. خلاص مرابط خلي تفضل سي مسعود. خلي خلي ياسين بغى يقول شي حاجه وعاد رجع لي. الله يحفظك سي سعيد. شكرا سي سعيد. خو الصحفيين الساده المستشارين حضور كريم. الحقيقه هذه النقطه ديال النقطه اللي طرحت بخصوص الشراكه بين المجلس الجماعي ومندوبيه الصحه بالقنيطره، يعني صراحه النقطه هذه هي نقطه من بين واحد المجموعه من النقاط اللي كتعكس دائما داك الاختلاف في التصور وفي الرؤيه بين 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 المعارضه وبين الاغلبيه المسيره. حقيقه الامر هذه نقطه من بين واحد المجموعه من النقاط اللي ما كاينش واحد التواصل او كاين واحد تقارب في الافكار. لماذا؟ لانه دائما كنا كنقدموا مقترحات في واحد المجموعه من النقاط السابقه، مقترحات كتكون وجيهه، مقترحات اللي بالاساس دائما كنقولوا بانه باش يعني نهضوا بالجماعه ونقدروا اننا ننميوها بواحد المجموعه من المشاريع وكذا، كيخص بالاساس انك تنمي الموارد الماليه ديال الجماعه. هنا كنقولوا دائما الرئيس راه هذه الموارد الماليه اللي هي ضعيفه جدا، راه يصعب اننا يعني نقوموا بواحد المجموعه من المشاريع اللي يمكن ان دير واحد النقله فعليه كتنعكس على 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 الوضعيه ديال الساكنه. موضوع ديال الصحه فعلا سي طيبي راه تعاني وكل شيء، علاش الناس يعني مشات في هذه النقطه وشافت؟ لان حجم المعاناه في هذا المجال هذا كبير بزاف. اللي وقع هو انه السيد الرئيس دائما ما كيبحثش على انه يترافع على اعلى مستوى من اجل جلب المشاريع او حل المشاكل المطروحه على اعلى مستوى، بل دائما نجده يعني يبحث على 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 بعض 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 الوسائل اللي ممكن انه يوظفها سياسيا. موضوع ديال الشراكه مع مندوبيه الصحه، كنقولوا دائما بانه راه ما يمكنش كيف قالوا الاخوان، يعني الموارد الماليه ديال الجماعه ضعيفه بزاف، كتعرف واحد التراجع، غادي نوظفوا واحد الجماعه غادي تدخل وغادي توظف واحد السته ديال سعود عفوا سعود ديال الاطر طبيعي. اللي غتكلف سنويا ما يزيد على واحد 100 مليون بالنسبه للجماعه. واحد المبلغ اللي هو كبير بزاف، مقابل ان هذا العمل هذا هو من اختصاص وزاره الصحه. يعني الجماعه سي طيبي شنو حقها في وزاره الصحه؟ مفروض انه كل 10,000 نسمه خصنا طبيب، 80,000 نسمه على الاقل خصنا واحد 8 ديال الاطباء في مدينه سي طيبي اضافه الى الممرضين. فاذا باش نمشي انه ندير واحد الشراكه ونحاول انني نزيد نغرق الجماعه بواحد الاجراء اللي ما غادي يبان، يعني اضافه الى انه يعني خارج النص القانوني، ونزيد انني نغرق الجماعه مره اخرى في الجانب المالي، وما نمشيش نبحث ونترافع ونشوف حلول اخرى اكثر واقعيه، كنقلب دائما على واحد هذا، وكيوقع هذا الاصطدام دائما في التوجهات. في نهايه المطاف كيقول لك الاقتراحات ديالكم وجيهه وكذا وكذا، ولكن لن نعمل بها ما دام اننا كنحنا اللي كن انا اللي في التسيير، انا اللي كنشوف الرؤيه اللي هذا، وما عليكم الا يعني الانصات او لا السكوت. وهذه العمليه ديال توضيح بعض النقاط والترافع في شانها مجموعه من المحطات كتخلينا دائما في واحد اختلاف، واحد يعني واحد الصراع مع 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 السيد الرئيس. شكرا مره السي سعيد. مع العلم الاخوان كيف ما كنعرفوا كاملين ان الميزانيه ديال وزاره الصحه ضعفات من بعد جائحه ديال كورونا،
فكيف يعقل الميزانية ديال الجماعة اللي كنعرفوها بصح ميزانية فقيرة اللي كتزيد كتضعف، كيفاش غتحمل الأجور ديال تسعود الأطر الطبية؟ وعاد عاد مثلا هاد لا تحملنا حنا هاد الأجور ديال هاد الأطر الطبية والاكتداد ديال المدارس، واش غنعينو معلمين من عندنا ونخلصوهم من عندنا؟ أنا بالنسبة لي هذا كذب على الدقون، هاد السيد كيكذب على الناس، كيستغل البساطة ديال الناس وكيوصل المعلومات بالطريقة اللي بغا هو، لأن الأطر الطبية غتعين من وزارة الصحة وليس من الجماعة. شكرا. اي بالنسبة لهاد النقطة ديال الشراكة مع وزارة الصحة اللي بغيت إشارة نعطيها.